مرحبا فيكم مرة ثانية في تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. إذا ما تشوفوا وصلنا إلى الجزيرة تقريبا. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك الفيديو. يلا نكمل. إذا ما تشوفوا ليون و أيدا. Try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. أنا ما أدري ليش غيروا صوت أيدا عن اللي كان في الريميك. اللي كان في الريميك كان أفضل صراحة أنا أشوفه. ألطف. هذه صوتها مو سيء طبعا. بس أحس اللي كان في ريميك الثاني كان أفضل. Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. أفضل صوت الشخصية في الجزء الثاني أفضل. Hard, handsome. See you later. See you later, alligator. أيدا. هي الفصل الثالث وصلنا الى الى الجزيرة. ما شاء الله الامو عندنا يعني كثير، يعني ناخذ راحتنا في قتل الحبايب. هم هذه اشلي. اشلي there you are. طبعا انا ما ادري اذا اللي شاهد هالمقطع يبغاني بعد ما اخلص الكامبين الاساسي يبغاني العب له الدي ال سي او اضافة ايدا يكتب او يحط لايك للفيديو عشان اعرف يعني اكمل لو اني العب شي ثاني بعد ما اخلص Resident Evil 4 Remake. طبعا انا ما يهمني ما بتسلل يعني. طبعا هذا تقدر تطلق على ايده وتفجر هذا اللي عنده. دقيقة بس. دقيقة دقيقة. أهلا. قاعد العب بشكل فوضوي الان انا. نايس. موت. نايس. خلصنا اوريدي. هنا في كنز ورا هذا. ايوه هذا هو الكنز.
And boom, Haberna, nice. قبل أول ما ندخل على طول نشيك على الكنوز. Sit down. Battery? الكنز اللي كنا ندور عليه مفروض يكون موجود هنا. اوكي مو هنا. انا كنت مستعجل. شكله مكان ثاني قريب من هنا. خلينا نتختل مرة في حياتنا. نام يا عزيزي نام. كنزنا هنا. هلو. اليوم كلك تختل. اتوقع هذا الجدار اللي رمينا عليه قنبلة بينفجر. بينفجر؟ ما عندنا اي قنبلة. بينفتح. بس اذا سوينا كده بنفضح نفسنا. ما في احد بيجي؟ نايس. وشق ذهبي. يا حبيبي. اللي من جوه هنا. يلا تعال. Give him a break. Nice. Suplex City. تغبي ورا هالدرع ها؟ لحظة بس. جهز القناص عشان الحمار ده. بسك. الحين في اصوات طبعا. ما شاء الله عليك. شو اسمه؟ نبأت اني بروح يسار ها؟ كيل ايم عندي منتهي صار.
مرحبا. ما شاء الله اثنينكم تحولتوا. نايس. مفروض هنا في كنز. انه في واحد منهم تحول. متأكد بس ما خلينا شيء. اوكي نكمل. يلا نحصل اشلي. اتوقع هنا حين بنحصل اشلي. بس لازم نحصل. اوه نسيت هذا هذا المكان. This where they keep Ashley. المهم لنقتل باقي سهل. ما دام عند بوم بوم بوم. نو 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 نو. ممنوع عليك انك تتحول. تعال انيق. وعندنا دمية. بوم. طبعا هذا مقفل اكيد. Yes, yeah, Leon. We need to find another way. طبعا اتوقع هالسنة او قريبة بما ان الحين احنا في شهر 5 او 6 بيتم الاعلان عن لعبة Resident Evil جاية. انا ما اتوقع هتكون ريميك. اتوقع تكون Resident Evil 9 لان Village نزلت 21 فصار لها 3 سنوات. فأتوقع قربنا أن يعلنوا عن اللعبة. والحلو في كابكوم إذا بيعلنوا عن لعبة Resident Evil تكون بالكثير سنة وتنزل مو أكثر. ما مو زي أغلب أغلب الاستوديوهات يعلن لك لعبة وتأخذ 4-5 سنوات زي الآن. إلى تعرفوا هالو نايت. هالو نايت سيلك سونج مثلا أعلنوا عنها بداية 2019 صار لها الآن 5 سنوات ولحين ما احنا عارفين متى بتنزل. يعني تتخيل. يعني أنا من ضد أن اللعبة يتم الإعلان عنها وهي مرة بعيدة عن النزول. الأفضل أنك انك تنتظر او انك يعني تطور اللعبة كفاية انها تكون قريب تقدر تنزلها من سنة من الاعلان عنها. مو 5 سنوات 3 سنوات 2 سنين بقول اوكي مو سيء. الا اعلنت عن لعبة و2 سنين لما تنزل يعني مو سيء. ما هو كثير كثير. اما 5 سنوات هذا شيء مبالغ فيه مرة صراحة. واتمنى ان الاستوديوهات خلاص تبطل تسوي هالاشياء وان تعلن عن اللعبة اذا كانت جاهزة صراحة. يعني Elden Ring كانت واحدة منهم بعد. الاعلان عنها كان من زمان واختفوا ما طروا شي عن اللعبة لمدة طويلة. بس الله افرجها ونزلت اللعبة وكانت من افضل الالعاب اللي نزلت وافضل لعبة تقريبا. افضل لعبة عندي ممكن تكون افضل لعبة عندي من تطوير From Software. بس اتوقع Bloodborne قبلها. لحين Bloodborne تعتبر في مكان خاص في قلبي. اشلي اشلي بس لو سووا لها ريميك وينزلوها على البي سي عشان الواحد يقدر يلعبها 60 فريم.
مو بس الفريمات اللي سيء في بلادبورن، حتى الريزولوشن دقة اللعبة جدا منخفضة. اذكر اني اقدر اختار هذول اثنينهم. نايس. ومع ذلك صراحة انا متحمس لسلك سونغ، اتوقعها بتكون لعبة عظيمة عظيمة من اللي شفناه في التريلر حق اللعبة او العروض الدعائية حق اللعبة. اتوقعها بتكون مرة افضل من اللعبة الاولى بكثير. اوكي الحين حصلنا اشلي، نحتاج الكي كارد. طبعا الكي كارد الان هي الوقت اللي بنقابل فيه حبيبنا المتجدد او ريجنريتر. اتوقع قلت اسمه نطقت عدل، ممكن ما نطقت عدل بس مو مهم. صراحة بعد في الريميك ظهوره ضابط مرة، في الريميك مرة يخوف. مكان مظلم لازم تشغل الليت وتطفيه عشان تشوفه. نايس. ايكي ستاس اي. واو. نخلي الامو البندقية، نحافظ على امو البندقية حق الريجنريتر. لانهم ما ينقتلوا بالامو العادي. الفيديو هذا كله سبلاك سيتي. طبعا انا ممكن اني انزل فيديو تجريبي العب في Elden Ring، اشوف المشاهدات. الى المشاهدات ممتازين، لان صراحة مشاهدات Resident Evil 4 Remake مو كويسة مرة لقناتي. انا طبعا قناتي مرة صغيرة، فأنا متوقع يعني إن المشاهدات مو كده، بس يعني منعدم المشاهدات. يعني لعبة بابي بلاي تايم يوم لعبتها ما شاء الله، يعني مقارنة بهذه جابت لي مشاهدات ممتازة. يعني فيديو واحد من لعبة بابي يساوي كل الفيديوهات اللي نزلتها حق Resident Evil 4 Remake. هذا شيء سيء صراحة. يعني أنا مشكلتي ما أبغى إني ألعب لعبة وما أكملها في القناة، احس اني تالي بعد فتره انه يعني مو حلو. انه يعني بعدين لو صارت عند القناه كبرت وصار في ناس يبغوا يشاهدوني العب هاللعبه يشوفوا اني ما كملت، بيكون مو كويس. فانا احب اذا بديت لعبه اخلصها كامل حتى لو مشاهدها قليله. طبعا عذرا على كل شويه اوقف اللعبه، بس لما اشوف كل الكنوز احصلهم كلهم. مفروض في كنز هنا. قربنا لمنطقه الريجنريتر. هذا اللي بيطلع منه. اوكي فكرت هذا طلب من التاجر. اسمع كنز انا. ميت ها يا حمار. طبعا هذا اكيد اول ما لعبت اول مره العب اللعبه كنت خوفني. ما في مكان. اها وصلنا للمكان المحفول. دي صراحة نسوي شو اسمه تشالنج ران اني اكمل اللعبة بس بالمسدس. بيكون شيء يعني شوي صعب بس ممتع.
هذا بعد نقفل الحين بنقابل حبيبنا. أنا من جيت من هنا أذكر إنه بعد هالمطبخ بيجينا الريجينريتر، بس عجبتني يعني المنطقة كيف ظلمة وهدوء تام. في اللعبة الأصلية شوف كيف عجبني كيف يبين اوريدي يكون قاعد ويتحرك. اللعبة الأصلية بس إنك تشوفه من نافذة بقى ما يتحرك. اوكي الحين نشغل هذا، نفتح الباب، ما بيطلع علينا الحين، بيطلع علينا بعد ما ندخل الغرفة. الحين نسمع صوتك عنا لحظة. البوابة تنفتح تسكت ما مرة ثانية. أبا با با نايس. يعني خلوا يسموها تفاصيل كده من اللعبة الأصلية الحين موجودة زي صوتة، ما سووا تغيير ما له داعي. لذلك أنا أفضل هالريميك على الريميك الثالث اللي غيروا فيه أشياء واجد بدون ما له داعي. كيف سويناه بدون ما أدري استوى؟ وأن في واحد نفس هاللغز بعدين بيجي مرة صعب. Christ. What kind of experiments are they doing here? أصلنا البطاقة مستوى الأول. طبعا لحظة. نقدر نعمي؟ ما جربت أبدا أعمي ريجنريتر ولا مرة. What the fuck are you? عشان ندخل هنا. اوكي بس قبل لا نروح لازم نعكس الكهرب او نطفي الكهرب عند الجهة ونشغله عند للجهة الثانية عشان ندخل. ترى يا ليان اوف تسمع صوته، تسمع صوته، تسمع صوته مو طبيعي. انقلع. نايس. سيستم ريستورد. الوقت بيعطينا سلاح ما له داعي بنبيعه طبعا زي ما بعنا الرشاح الثاني، بس خلينا نجربه. اوه هذا بدون منظار. اوكي هذا ممكن نخليه انه بدون منظار مو زي الثاني. يعني الان نحتاج هذا هو المنظار مو؟ شوف المنظار متى ناخذه؟ نسيت انا متى ناخذ المنظار الحراري. طبعا اول ما نسوي كده بيطلع لنا الحبيب. نجرب هل نقدر نقتله بالشاتجن؟ هولي ما احنا ما انا قادر اقتله صراحة. ما بخس الامو اكثر. اوف السلام عليكم. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. بسرعة 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 ليان 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 ليان. اوه
يقدروا يدخلوا هنا؟ لحظة في شيء؟ من وين طلعت انت؟ فكرت بس اثنين موجودين. نايس ممتاز مرة ممتاز. اوكي وصلنا الغرفة الحلوة، غرفة تطوير. طبعا نقدر نقتل كل هالريجنريتورز وانا بقتلهم ان ينزلوا جواهر كما اذكر. واحد نحتاج نقتله او نحتاج ان نقعده، عشان اتوقع نحتاج ان نقتله عشان داخل سبانة نحتاجها، بس الحين اتوقع بيعطوني السبانة او المنظار قصدي حق ال يقول لك حالة هرب عناصر. اوكي اوكي اوف ما عندنا مكان. لحظة انا اوريدي ابغى اسوي لي هذا. الحين لو سوينا بوم هذا الأجزاء هذا وهذا حطيت على هذا، الحين لو جيت على هذا نايس. اوكي نقول بسم الله. هذا ما في سبانة، هذا ما في سبانة، أنا ما في سبانة، يعني هذا هو اللي في سبانة. نايس الحين نقتل واحد واحد فيهم. 2-in-1 هذا اعطانا مجوهرة. نايس لحظة لحظة لو جيت منه اها لحظة 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 لا مي كوك 2-in-1 نايس very nice. وانت نقدر already واقفين جنب بعض. كذا خلصنا، عشان الحين اذا جو الاعداء هجموا علينا نقدر اني ما يعني ما نخاف. احنا ما نخاف اصلا يا عبود. تعال اوكي خلصت نايس. مع السلامة. ما يحتاج اني اقتلهم كلهم. لحظة بس بوم بوم مع السلامة مع السلامة باي باي بالانجليزي جود باي. نايس كده رجعنا الى اشلي.
صباح الخير يا أشلي، بلي أغير شعرش إلى أشقر مرة ثانية. كويس إن لويس عطاه الحقنة عشان يوقف انتشار الطفيلي أكثر من كده. كويس يا ليونيون، يا ليون ممتاز. You're gonna be okay. أوف ليون، أنت حالتك بعد مو لازم تشيلوا الطفيليات بأسرع وقت. دام يعني ليون. اوكي بنوقف هنا، اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.